مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من ريكاب ميدي. بداية أسبوع موفقة للجميع يا ربي. الحدث الأبرز اليوم هو الجلسة الافتتاحية للبرلمان مجلس نواب الشعب بعد غلق دام حوالي 18 شهر تقريبا. اليوم الجلسة الافتتاحية انطلقت في حدود الساعة 10 صباحا، باش يكون عنا عودة على هذا الحدث. راح في البداية بالفريق العمل معي لليوم الأستاذ فتحي زقيرة المحلل السياسي. أستاذ مرحبا. عسلامة أستاذة سهام، ومرحبا بكافة مستمعي ومستمعات الحياة فهم. شكرا ليك، رحبوا بزميلتنا نجلة خليفة هاني من قسم الأخبار. نجلة مرحبا. مرحبا سهام، مرحبا سي فتحي، ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا على موجة إذاعة الحياة فهم. شكرا ليك، رحبوا بالفريق التقني معنا أيمن ليقا في الإخراج التقني، زميلنا سيف الدين بولعرس في ديجيتال، زميلتنا سوسن في ستوندر، معكم سهام حمدي مقدم الميكرو من توا حتى الماضي ساعة ونص. في ريكاب ميدي بيان سور، الحدث الأبرز لليوم هو الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب. برشا تطورات إلى حد الآن في انتظار معرفة من سيكون رئيس البرلمان القادم بعد تقديم الترشحات منذ قليل. علاش قلت برشا تطورات؟ تم منع الصحفيين المحليين والأجانب من التغطية الإعلامية، وهذا اللي خلى الصحفيين يدخلوا في اعتصام أمام مجلس نواب الشعب على غير العادة. في العادة الصحفيين يتمكنوا من الدخول وتغطية الأشغال والجلسات والجلسات الافتتاحية كي تبدأ بعد انتخابات، ولكن هذا ما تمش لليوم. اليوم زادا باش نحكيو في أبرز التصريحات على الاحتجاجات متاع الصحفيين أيضا على مختلف المواقف، وبطبيعة الحال باش تكون عندنا قراءة دستورية لعودة البرلمان. هل يخرج تونس من الفترة الاستثنائية ويلغي الأمر 117؟ وما مصير المراسيم والأوامر؟ كذلك باش ناخذوا موقف نقابة الصحفيين من منع الصحفيين من تغطية أشغال الجلسة. البداية تكون كالعادة بألاباج. ألاباج ألاباج وتوا ألاباج. في ألاباج ينضم لنا مبعوث الحياة فهم إلى مجلس نواب الشعب في ربط مباشر عبر سكايب. مبعوث الحياة فهم وسام القرقني مباشرة من أمام مجلس نواب الشعب. وسام مرحبا بك. مرحبا بك سيام، ومرحبا بكافة المتابعين وفي راديو الحياة فهم. بالفعل من محيط مجلس نواب الشعب اليوم 13 مارس حابين نكونوا متواجدين لتغطية نشاط أول جلسة افتتاحية بعد غلق البرلمان، لكن للأسف تم منع جميع الصحفيين إلا يعني التلفزة الوطنية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، واللي عبروا عن تضامنهم ببيان نزل منذ قليل. باش نعطيك أكثر تفاصيل، خلينا معنا السيدة خولة شبح، وهي من وحدة رصد الانتهاكات بالنقابة الوطنية للصحفيين. خليها باش تعطينا أكثر تفاصيل حول المنع، حول ردة فعل الصحفيين اللي تفاجئوا الحقيقة بالقرار هذا. مرحبا بك على موج راديو الحياة. صباح النور، مرحبا بك سهام، ومرحبا بكل مشاهدي ومستمعي إذاعة الحياة. في الواقع أنه اليوم تفاجئنا حقيقة بهذا المنع غير المسبوق، واللي يعتبر سابقة في تاريخ عمل البرلمان التونسي، وأيضا خرق لقواعد التغطية الإعلامية عموما على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي في علاقة بتغطية أعمال برلمانات في العالم، واللي يعتبر انتهاك حقيقي لحرية العمل الصحفي وانتهاك صارخ لحق المواطن في الحصول على المعلومات عبر وسائل الإعلام. واضح. مرحبا بك زميلتي خولة شبح زميلة الدراسة. نحب نسألك خولة، هل تم تقديم توضيحات من القائمين على مجلس نواب الشعب، القائم أو المكلف بالأعلام في المجلس، وضح عليش تم منع الصحفيين واحتكار التغطية فقط على زوز مؤسسات عمومية؟ بالنسبة أنت تعرف أنه المجلس كان لا يعمل منذ فترة، وأنه اليوم تم استدعاء بعض العاملين فيه من أجل المباشرة وآخرين لم يتم استدعائهم إلى الآن. بالنسبة للمكلف بالإعلام في المجلس، لا علم لديه بأنه فما قرار إداري بالمنع، وقال أنه بالنسبة لمكتب الإعلام غير مسؤول عن عملية هذا المنع. ونحن حقيقة سهم منذ صباح نحب نحدد المسؤولية، ولكن ما فماش حتى جهة تحب تجاوبنا
على شكون اللي كان مسؤول وشكون المسؤول على تنظيم من أساسه. يعني اليوم البارح تم تسمية كاتب عام المجلس الجديد بأمر صادر على في رائد الرسمي الجمهورية التونسية وباشر اليوم صباحا عمله. فبالتالي أعتقد أنه ما كانت عنده فرصة أنه يأخذ هذا القرار. فبالتالي القرار أكيد ما هو جاي من إدارة المجلس، وهذاك علاش اليوم احنا نستغربوا انه هذا حتى إدارة المجلس لم تستجب حقيقة منذ الصباح إلى المطالبات المتكررة بتمكين الصحفيين من العمل، وحتى أن بعض المسؤولين داخل المجلس لا يجيبون على هواتفهم بعد أن كانوا أجابوا صباح اليوم. واضح قول زملاء الصحفيين الكل سواء اللي مثلوا المؤسسات المحلية وكذلك المؤسسات الدولية اليوم متواجدين قدام مجلس نواب الشعب في صورة ما تعودناش عليها في تغطية الجلسات متاع البرلمان. ماذا يعني هذا وكيف سينعكس على واقع الأعلام في تونس؟ واضح انه من الجلسه الاولى موقف البرلمان التونسي من الصحافه ليس موقف انفتاح، فمنع اليوم يؤشر الى منع مستقبلي بالنسبه لوسائل الاعلام في تغطيه البرلمان، ولم يكون واقع علاقه الصحفيين مع البرلمان التونسي الجديد، هو نفسه واقع علاقه الصحفيين مع البرلمانات السابقه. اليوم نحن نعتبر ان هذا مؤشر سلبي جدا، وهو حقيقة لا يعطي صورة جميلة لتونس ما بعد 25 جويلية في علاقة باحترامها لحرية الصحافة وحق الصحفيين في العمل، وأيضا يؤشر إلى أن العلاقة ستكون يعني علاقة قد يغلب عليها طابع التعتيم وتكرر حالة المنع. نحن لا نرجو هذا، ونرجو من النواب الجدد، كنا ننتظر منهم منذ انطلاق الجلسة إلى الآن موقف صريح في علاقة بمنع الصحفيين، ولا زلنا ننتظر منهم ذلك. واليوم المجلس بعد انتخاب رئيس الجلسة نتاعو وانطلاق أشغال الجلسة الأولى من أجل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيها، من المهم أن يكون له موقف واضح في علاقة بعملية هذا المنع، ومطالب بأن يقدم التوضيحات الضرورية في علاقة بعملية المنع. واليوم الخبر الرئيسي الذي تصدر وسائل الأعلام جميعا هو منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، وهذا حقيقة مسألة مسيئة جدا لتونس ولصورة تونس على المستوى الوطني والإقليمي وأيضا على المستوى الدولي. واضح. الأستاذ فتحي زقيرة محلل سياسي حاب يتوجه لك بسؤال. خولة سي فتحي تفضل. مرحبا بك أستاذة خولة، احتراماتي. والله بالحق حبذا لو كانت هذه المناسبة معناها تشكل فرصة عندها صبغة احتفالية وحضور إعلامي مكثف وتغطية، معناها لأن أحبابنا مكرهنا ماله إلا حدث على الساحة الوطنية، معناها مهم جدا. حب نسألك أنا سؤال، هل تم دعوة أجهزة الإعلام لتغطية هذا الحدث؟ خاطر إذا كان ما تمش الدعوة، تم دعوتكم لتغطية الحدث؟ لم تتم توجيه أي دعوة لوسائل الإعلام من أجل تغطية الحدث، وتم تحديد قائمة في الصحفيين المسموح لهم بدخول للمجلس، وتم مد إدارة المجلس بها، وهذه القائمة حصرت في فرق العمل المتعلقة أساسا بالتلفزة التونسية والإذاعة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء فقط. هذه القائمة المسموح لها بالدخول. ولهذا سامحني أستاذة خولة، معناها مفهوم كان من المنتظر أن لا تقع الدعوة أساسا، وضمنيا معناها عدم تشريك الأجهزة الإعلام على الساحة الوطنية للمشاركة في هذا الحدث وتغطيته وإيصال المعلومة للمتلقين. نعم، فما حاجة أخرى، واضح الإرادة السياسية في اتجاه منع المؤسسات الإعلامية من حضور الجلسة الافتتاحية. أستاذ تتوقع خولة أنه باش يتواصل المنع في الجلسات العامة أم فقط في الجلسة الافتتاحية؟ في الواقع أن مؤشر المنع في الجلسة الافتتاحية يؤشر إلى منع مستقبلي، حتى يمكن أن يطال مؤسسات الإعلام العمومي إذا لم يتخذ مجلس نواب الشعب في حد ذاته بعد أن يصبح له سلطة القرار الداخلي قرارا بتمكين الصحفيين من العمل، خاصة وأن إدارة الإعلام في المجلس بشرت عملها هذا الصباح، فبالتالي لم تكن هي المسؤولة عن تنظيم
الجلسة الافتتاحية. ثم مسألة أخرى أستاذة خولة ولابد من الإشارة إليها في باعتبار المستجدات والأحداث هذه، هي العلاقة بين رئاسة الجمهورية رأسا نقول حتى من الحكومة معناها ونقابة الصحفيين، معناها علاقة معناها فيها ياسر من التشنج وفيها عدم توافق وهلم جرى، معناها هل كان لتلك الوضعية معناها تأثير ربما على مثل اتخاذ مثل هذا القرار؟ هي سياسة رئاسة الجمهورية إزاء الأعلام ليست مرتبطة بنقابة الصحفيين فقط، سياسة رئاسة الجمهورية إزاء الأعلام ظهرت خلال عديد التظاهرات التي تمت داخل قصر قرطاج والتي تم فيها معناتها ممارسات تمييزية ضد بعض وسائل الأعلام. أيضا هنالك إشكالية يعني في السياسة الاتصالية المغلقة لرئاسة الجمهورية وأيضا في الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية. نقابة الصحفيين ليس لديها مشكلة مع رئاسة الجمهورية بل عندها إشكالية مرتبطة بالسياسة الإعلامية لرئاسة الجمهورية وأيضا السياسة الإعلامية للسلطة التنفيذية عموما بما فيها رئاسة الحكومة، وهذا من منطلق واجبها من أجل حق منظوريها في الحصول على المعلومات وواجبها في الدفاع عن حرية الصحافة وواجبها في الدفع نحو تغيير السياسات العامة في التعامل مع وسائل الإعلام، وهي يعني أنها هي معارضة للسلطة ولكنها تتخذ الإجراءات الضرورية من أجل الدفاع على منظورها من منطلق مسؤوليتها النقابية. فبالتالي الإشكالية هي مرتبطة في رؤية السلطة لدور الإعلام في المجتمع التونسي ودوره كرافد لحقوق المواطنين في الحصول على المعلومات وكوسيط بين من هم في السلطة وبين الشعب. وفي الحقيقة أنه منذ انطلاق حكم السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد هنالك عديد المحطات الصعبة التي مر بها الإعلام التونسي في ممارسة حقه في الحصول على المعلومات من قبل رئاسة الجمهورية أو من قبل أيضا حتى رئاسة الحكومة عبر عديد المناشير التي كرستها رئاسة الحكومة من أجل وضع عوائق غير مشروعة أمام عمل الصحفيين. واليوم المؤسسة البرلمانية أيضا وفي أولى جلساتها لا تعطي أبدا مؤشر إيجابي في علاقة بتعاملها مع الإعلام واحترامها لدور الإعلام المجتمعي والأساسي في مد المواطنين بالمعلومات وواجب الإعلام في نقل الصورة كما هي سواء داخل البرلمان أو داخل مؤسسات الدولة. واضح، شكرا جزيلا لك خولة شبح، تحيتي لك وإلى كل الصحفيين اللي هما في اعتصام أمام مقر مجلس نواب الشعب. نرجع إلى زميلنا وسام القرقني، نحاول ناخذ صورة أوضح. وسام، لو كان تحاول تورينا عبر الكاميرا الأجواء في محيط مجلس نواب الشعب وأين يرابط الصحفيون. وسام، نسمع فيك سهام؟ نسمع فيك وسام. لهنا من محيط مجلس نواب الشعب اكيد تعزيزات امنيه كبيره في المحيط. نحن اليوم يوم مشمس للامانه، معناها مشمس على الاخر، فاضطرينا ان نبعد شويه على الحراره. قعدنا برشا امام المجلس ننتظر فماشي حل، فماشي امكانيه ان نجم ندخلوا لتغطية الفعاليات اليوم الافتتاحي، لكن لم نستطع. إن شاء الله القرار يتم التشجيع فيه وإن شاء الله نتمكنوا الزملاء الكل أنهم يتمكنوا من التغطية نتاع فعاليات عودة البرلمان. شكرا جزيلا لك مبعوث الحياة فامي لمجلس نواب الشعب وسام القرقني على هذه التغطية. أكيد تو نحاولوا نرجع على هذا الموضوع مع عضو بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كيفاش باش تتعامل النقابة ونفيت مع هذا المستجد. سي فتحي، جلسة افتتاحية دون تغطية إعلامية موكولة لكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية كما جرت العادة، معناه كيفاش نجموا نفهموا تعامل المؤسسة التشريعية مع الإعلام في الفترة المقبلة؟ أول حاجة الساعة أنا شخصيا كنت ننتظر كونه مش يقع منع الإعلام، وديما نحط الموضوع في إطاره الكبير اللي في فكر الرئيس قيس سعيد، كونه المنظومة السابقة هي منظومة فاشلة ومنظومة فاسدة بما فيها الإعلام ما عدا بالطبيعة.
ما عداهم القناة التلفزة الوطنية والتاب تاب اللي هي وكانت تونس افريقيا الانباء جهاز رسمي معناها تابعة للدولة. قلت شيء منتظر معناها شيء منتظر وما ثماش حتى حدث. اخر حدث مشى له السيد رئيس الجمهوريه هو وقت اللي مشى لدار السنيك معناه ايوه مش اكد على حريه الصحافه وحريه التعبير ودعم الصحافه في تلك الزياره. هذاك اخزر معناها في المطلق وفي النظري هو راه يؤمن معناها بالتعدديه وبالحريه وحتى داير هو داير حتى كي يحكي على المسار نتاع 25 جويليا ديما معناها يعطيه صفه معناها المسار الديمقراطي لانه هو شنو فينا المسار بتاعه يقول الديمقراطيه معناها ابتداء من القواعد معناها من القواعد نظره معناها للديمقراطيه للتمثيليه معناها والديمقراطيه حسين. انا قلت علاش والجلسه هذه راهي ماشي جلسه عاديه تو كان مجلس النواب منتصب كالعاده معناها منتصب وما عنده حتى اشكال ومستقر معناها وتجي معناها الدوره الجديده الافتتاحيه عنده فتره استراحه وبعد يعمل ريبريز معناها الفتره راهو اعلام موجود وراهي تغطي راهو امور عاديه معناها عاديه معناها سير عادي يبدا سير عادي هذه راهي استثنائيه راه ونقول لك حاجه اخرى راهو بالنسبه للرئيس وهذا قلناها قبل وكلام اللي قلناه طلع صحيح راهو في كل مرحله باش يعملها جديده بما فيها التركيز نتاع مجلس النواب حاليا في هالفتره الاستثنائيه دي ما لم خاطر تو المجلس لا عنده هيكله لا عنده نظام داخلي لا عنده رئيس مازال تو هذيك معناها شان كانه داخلي ما يهم حتى حد مش يواصل هو على يهم كان لاجندا نتاع 25 جويليا أما الإعلام عنده زاد رسالة اللي هو ينير الرأي العام المفروض يكون موجود حتى ولو كان البرلمان جديد وبعد انتخابات وفي ظل منظومة 25 جويلية هذا لا يعني منع طبعا هذا مما لا شك فيه بالعكس كان ينجم يكون احتفالي يوم احتفالي وحتى الإعلام معناها ينوه وربما هذاك راهو يضفي مو فما حاجات راهو فيها تكتيك راهو ربما يضفي مزيدا من الشرعيه على المجلس كي تحضر الاعلام ويواكبوه وكذا اش معناها ضمنيا معناها مادام حضروا الاعلام وغطاها الاعلام خاطر احبابنا ام كرهنا ما كل حاجه نجبدوها بكل موضوعيه وتجرد لكن نسبه الاقبال الضعيفه هذيك شككت نوعا ما في المصداقيه وفي في الشرعيه نتاع المجلس معناها المنتخب هما اش يقولوا عاده نحن مش نرقوا ومش نصلحوا الامور بمشروعيه الانجاز بعد لكن حسب اعتقادي كان هذاك معناها حضورهم وانا راني مع حضور الاعلام ومع التغطيه الاعلاميه ومع حريه الفكر وحريه التعبير وحريه الصحافه وحريه فهمتني والتعدديه تعدديه سياسيه وفكريه لكن هاني قلت لك معناها كان حضورهم ربما معناها يضفي مزيدا من الشرعيه على المجلس ويلقى اريحيه اكثر وحتى نقول لك حتى اعضاء مجلس النواب نقولها لك بصدق راهو بامانه خاطر هو اللي يحب يقرا بين السطور وعنده كما نقول لك ديما لوسونس بوليتيك وكان حضروا الاعلاميين حتى من الساده النواب يكونوا فرحانين اكثر أكيد. ويتجاوبوا اكثر وتكون وسائل اعلام داخليه وخارجيه لساعات معناها تطلع خارجية. بعض انتقادات باش يقولوا في انفسهم معناها نحن معناها سيئين معناها توا لو فيتي لا وهو اعلام يغطي فينا يعني وهو كذا كان يكون افضل افضل بكثير حضر. وتكون احتفاليه باتم معنى الكلمه ويمس سيام حتى منصور التونس انه يتم منع وسائل اعلاميه اجنبيه من معناتها دخول المجلس وتغطيه الجلسه هذه يمس منصور التونس في ممارسه الديمقراطيه وفي احترام معناتها الصحافه وزاد معناتها الناس الكل تنتظر في الحدث هذا وتحب معناتها تعرف التفاصيل نتاع الجلسه اليوم فما عدم احترام لحق المواطن في الحصول على المعلومه انه يقتصر على وسائل اعلام عموميه ويستثني وسائل اعلام خاصه فلهنا سؤال الحقيقه يطرح نفسه كبير على علاش تم منع وسائل الاعلام الخاصه واضح باهي فقط باش نعطيكم جديد سي فتحي تم الاعلان عن فتح باب الترشح لرئاسه البرلمان المترشحين هما السيدة الآتي ذكرهم إبراهيم بودربالة هشام حسني فوزي الدعاس يسري البواب ماهر القتاري بدر الدين القمودي عبد السلام الدحماني شفيق الزعفوري أيضا هناك بعض البيانات اللي صدرت اليوم أعضاء مجلس النواب المنحل أصدروا بيان اليوم اعتبروا فيه البرلمان الجديد غير شرعي لأنه بني على انقلاب على الدستور على حد تعبيرهم على حد نص البيان ويقولوا ما بني على باطل فهو باطل ويفتقد للمشروع نلقاو زادة حركة النهضة أيضا هبطت بيان
كيف كيف، زادة أكدت فيه عدم اعترافها بالمجلس النيابي الجديد، تقول فاقد للمشروعية ومنبثق عن انتخابات قطعها ما يزيد عن 90% من التونسيين. تعليق أخير سي فتحي قبل ما نخرج. بالنسبة للترشحات، النقطة الأولى معناها يظهر لي المسألة مش تتحسم بين زوز معناها أشخاص اللي هم إبراهيم بودربالة وبدر الدين الجمودي، هذه التوقعات. لكن توقعوا كونه باش تقع ترشحات، وشنو راهو الترشحات حتى من حيث الشكل راهي فيها تكريس للتعددية، معناها ما يلزمش واحد بركة يترشح ولون واحد وكذا، أنو معناها ظاهرة معناها صحية. معليش ما فماش امرأة، مش حراك 25 جبيلية عبر قبل على انهم باش يقدموا مترشح وتنجم تكون امرأة؟ ما شفناش امرأة بين عندهم الحرية في ذلك، معناها كانت معناها ما شفنا نحن ما رمزية نظرا للرمزية. جبدوا الذكرى، صحيح جبدوا الذكرى وفات معناها للاستاذة مي جريبي ربي يرحمها وجبدوا الفازة نتاع المجلس التأسيسي كيف تجرأت رغم الضغوطات عليها وكل شيء وترشحت قالت لا لي شيء خاطر عارفة مسبقا راهي مش تنجح للرئاسة للمنصب، لكن رمزية معناها أولا ضمان التعدد معناها ترمز للتعددية معناها تكريس التعددية على مستوى الترشح للمجلس، واثنين تواجد المرأة، حضور المرأة ايش بيحب ذاته، هما من حقهم كي حقهم راهو زوج ولا ثلاثة نساء، لما لا كنت موجودة حتى من حيث الشكل تبدا مسبقا معروفة النتيجة مش تكون لصالحك، لكن على الأقل لتكريس مبادئ معينة معناها. والمرأة معناها حضورها ضعيف في هذا البرلمان، نسبة ضعيفة يعني، وشيء مؤسف جدا. إن شاء الله ما هو خاطر هذه أول برلمان وجا في استثنائي معناه وظروف خاصة وكل شيء، نتصور أني ربما في اللجان وفي دورات سابقة وكذا مش يقع، خاطر ثم إلحاح كبير 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 وثم استياء حتى في الأوساط للمرأة معناها التونسية، وحبوا معناها تشريك المرأة، وين كنا وين صبحنا. المرأة كانت تطمح باش تكون 50% معناها بالتساوي بالتناسب معناها، وفي وقت من الأوقات شرطوه معناها شرط عمودي وأفقي، توا صبحت معناها نسب ضعيفة جدا، شيء يؤسف. سي فتحي شكرا لك، مازلنا في متابعة الجلسة. بالنسبة عادي جدا بالنسبة للحراك نتاع بالنسبة لجبهة الخلاص، وبالنسبة لل يعتقدوا كونه هذيك الكل راهو شرعية عندهم هما معناها دستور 2014 الشرعية ما زالت عندهم هم ويعتبروه انقلاب، هاو نلخصها في كلام يقولوا انقلاب، شنو انقلاب على الشرعية، يراو كل ما جاء بعد حركة معناها 25 جويلة راو انقلاب وراو غير شرعي. واضح سي فتحي، شكرا جزيلا لك. بعد شوية نشرة أخبار منتصف النهار، سنو نواصل معكم غيكاب ميدي حتى الماضي ساعة ونص.